حياكم الله في هذا الفيديو. صحيح اني مو ميك اب ارتست، لكن من اكثر الاسئله اللي تيني على كل بوست اسوي في انستغرام، سناب شات، او حتى على البلوج يكون حوالين الميك اب، وتحديدا احمر الشفاه، لاني شخص وايد احب الحمره او الروج او احمر الشفاه، وما اخاف من التجديد ابدا. ممكن اجازف بالالوان واحس ان لون الحمره راح ياثر بشكل كبير على الاطلاله وعلى جمال المكياج. عشان كذي قررت اني اقدم لكم هذا الفيديو اليوم، فيه اكثر 5 حمر انا اعشقها للاستخدام اليومي. راح تشوفون فيه تراوح بالبراند، في اشياء مكرره، لكن هذه بالنسبه لي الحمر التوب لموسم الصيف. ما عندي في العاده مواسم معينه للحمره، يعني الاحمر الغامج مثلا ممكن استعمله في الصيف وبالشتاء، نفس الشيء بالنسبه للبنيات. عندي مفضلات احيانا، لكن بالصيف عموما مع الحراره ومع الالوان الفاتحه في اللبس احس ان الحمر الفاتحه دائما تعطي شكل احلى للاطلاله. وعاده اعشق الالوان البنفسجيه، البينك، البيجيات، او حتى اني اخلط اكثر من لون مع بعض. راح تلاحظون بعد شيء ثاني، اني اعشق الحمره تكون مات، لاني احس ان الهايلايت احلى يكون مع الوجه، مع شفايف تكون كذي مات او مطفيه، تعطي جمال حق اللوك. ما ادري، انا شخصيا احس بكذي. anyways راح اقدم لكم اكثر 5 حمر استخدمها بشكل يومي في الصيف. هذه اول وحده اموت عليها، اسمها بليز مي من ماك. بليز مي من ماك من احلى الحمر البينك النود اللي ممكن تحطينها كل يوم، مع ليب لاينر مناسب راح تكون جميلة جدا. تنفع تحطينها بالنهار، بالليل، طلعة رسمية، طلعة كاجوال، أحسها تناسب حتى أغلب أنواع وألوان اللبس. جميلة جدا، وأحب أنها مات فينش وما تكون أوفر، ما تكون تو ماتش، وبنفس الوقت تطلع وايد حلوة على الشفايف، وايد أحبها. إذا مستعيلة وأبي أطلع كل يوم، عندي هذه الحمرة من مجموعة نيكس. يمكن عرضت لكم مجموعة نيكس هذه almost كل يوم في سناب شات، وقلت لكم مش كثر أعشق هذا الكولكشن من المات ليبستيك أو الليب كريم من نيكس. عندي تقريبا أكثر من 35 لون، لكن هذا اللون المفضل لي لأني أحس أنه أقرب للون شفايفي الطبيعي، واسمه كامز. وايد أحب فيهم أنهم صحيح أنهم مات فينش، لكن ما ينشفون الشفايف. شوي بشرتي وشفايفي تحديدا حساسة للمات ليبستيك، مو كل الأنواع تناسبني لأن أغلبها مع حرارة الجو والصيف تسبب جفاف لشفتي، لكن نيكس للأمانة ما حسيت إطلاقا إنها سببت أي جفاف للشفة. طبعا محتاجة إنك تعيدين عليها أكثر من مرة، ممكن بعد ساعة أو ساعتين، لكنها رائعة جدا، وبالنسبة لسعرها ممتازة. أنصح وبشدة بكولكشن نيكس من المات ليبستيك لأنه رائع لاستخدامك كل يوم. نيجي حق هذه الحمرة من ميك اب فور ايفر اللي دانا لعبة فيها لعب، للأسف شكلها مأساة، لكن بالنسبة لي مات 5 من ميك اب فور ايفر من أحلى الحمر النود. لاحظتها وأحطها وايد في سناب شات وإنستغرام، باختصار لأنها جميلة وحلوة وتنفع الاستخدام اليومي. أحب المات فنش anyway، وأحسها أنها تتلون مع اللبس احيانا، والله لما البس بينك احسها مايله على البينك. لو قارنتها مع بليز مي من ماك راح تشوفون ان بليز مي على بينك اكثر، وهذه على بنفسجي اكثر، لكن بالنسبه لي اي هي افضل اكثر، اي استعملت اكثر، هذه من فوريفر 21 مات 5، ممتازه للاستعمال اليومي. المات فينش مالها حلو، ما تنشف الشفايف، ما تحسين حتى انها تكتلت على الشفايف، وجميله جدا، يتراوح انها تناسب اغلب الوان البشره، ورائعه جدا لاستعمال كل يوم في الصيف. من كل كولكشن مفضلاتي من احمر الشفاه للصيف، هذا اللون الوحيد اللي فيه لمعه شوي وموف مات فينش 100%، فيفا جلام 5 من اشهر حمر ماك، واللي تعتبر من الحمر الكلاسيكيه، رائعه جدا جدا، وايد 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 احبها، خصوصا ان فيها لمعه حلوه وبنفس الوقت تعطي لوك وايد طبيعي للبشره. من احلى الاشياء اللي قريتها عنها وفعلا شفتها فيها انها تناسب اغلب انواع البشره، سواء كنتي سمراء، سواء كانت بشرتك فيها صفار شويه، او كنتي بيضه، فيفا جلام 5 احسها تتلون مع لون الشفايف وتصير بالنهايه قريبه جدا للون البشره ومناسبه للجميع.
فيفا جلام 5 من ماك بالنسبة لي واحدة من التوب حمر على طول، استخدمها يمكن من سنوات كثيرة وللحين ما غيرت عنها واستعملها طول السنة. لايم كرايم براند انشهر مؤخرا بالنسبة لأحمر الشفايف، وايد هبوا بألوان معينة، نزلت حتى عنها أكثر من بوست، منها الألوان اللي هبوا فيها سيلم مثلا، كشمير، لكن في ألوان ثانية حسيت أنها انظلمت، منها الألوان فيدد. هذا اللون يهبل يهبل يهبل، أنا شخصيا حاطتها الحين، أول ما تحطينها يمكن تحسين فيها لمحة، بس كل ما شفت صارت أحلى. بالنسبة لي لايم كرايم من أحلى الليب جلوس المات فينش الموجودة في السوق حاليا. سعرها يمكن غالي بالنسبة لبقية الأنواع، لكنها بالنسبة لي بيرفكت سعرها فيها. أولا لأنها تدوم مدة وايد طويلة، ثانيا لأنها ما تجف وايد على الشفايف، وثالثا لأن ألوانها روعة، رابعا لأنها مو محتاجة تحديد، يعني تحطينها على طول وحددها منها وفيها، سبحان الله تينن. فبالنسبة لي لايم كرايم is number one، وهذا اللون faded اللي أنا حاطته الحين إدمان يهبل. هذه أكثر خمس حمر أحطهم خلال موسم الصيف، مثل ما قلت لكم هذه بس الألوان البينك النود اللي الخفيفة الهادية اللي تقدرين تحطينها كل يوم، لكن أكيد بين فترة وفترة أحب أحط ألوان شاطحة شوي، نيون، أحمر، أورنج. أكثر واحد استهلكته فيهم للأمانة هذا، أول شيء لأن سعره فيه صراحة، وثاني شيء لأن مثل ما قلت لكم الأقرب للون شفتي الطبيعي واستعمله على طول. هذه إذا كانت أكثر خمس حمر أستخدمهم أنا شخصياً وسألتوني عنها خلال فترة الصيف. يمكن أحب أنوع أحياناً، أدخل ألوان نيون، ألوان على أورنج شوية، لكن بالنسبة لي هذي الممتازين حق الاستخدام اليومي، وحتى والله إذا عندي تصوير نفس اليوم ممكن أحطهم، وأحسهم يناسبون أي لبس ويناسبون أي لون. لو حسيتوا هذا الفيديو فاتكم لو شوية بليز لا تنسوني باللايك والسبسكرايب، وتابعوني على إنستغرام وسناب شات وتويتر دائما وابدا نفس الاسم نوها ستايل ايكون. احبكم وايد، مع السلامه.